خيري رمضان أوبا. بعد ليه بقى اخبار وتصريحات ليه بقى شو كريمه شو السؤال ليه بقى مش عارف بريء لا هو في حاله من الاهتمام على مستوى السوشيال ميديا وعلى مستوى المواقع الاخباريه وعلى مستوى شخصيات كتيره جدا لسان حالها ينصر دينك يا استاذ نفيسه ففي لا في حاله كبيره جدا من الاهتمام الناس بجد كان ربنا يستر انا بخاف من اللي بيطلع هنا بس اكتر حاجه لفت نظري على فكره في التعليقات ايه فكره ان مفيش حد قادر يحطها في زاويه فيها الاهلي والزمالك لا فدي عجبتني قوي ان مفيش ناس بتتكلم لا لا انا مش اهلي وزمالك انا مالي الزمالك ده فرقه عظيمه رياضه وتاريخ